طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإيلاء أهمية خاصة للزراعة في المبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع. وأكد الرئيس السيسي أن المبادرات التي ينظمها التحالف محل تقدير لافتا إلى أن دعم الزراعة له أهمية خاصة. كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحية كله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن أنا بتكلم على الزراعة تحديدا. احنا بنزرع في أسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 ألف فدان من القصب طب أنا هقول لك، وده النهاردة أنت استهدفتي الصغار المزارعين، لكن أنا بستهدف قدرتكم في الوصول إلى المزارعين كلهم. طب أنا النهاردة عايز إيه؟ النهاردة لو أنت بتقولي على فدان قصب، لو اتعمل بزراعة حديثة يقلل كمية المية، لو قلت 10% من كمية المية المستخدمة، ده رقم كبير قوي في 350 ألف فدان، رقم كبير قوي. طب لو قلتي إن هو بيزود الإنتاجية 20-30-40%، أنا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 ألف فدان وبتكلم على كتلة محددة في الصعيد، لو استهدفتوا ده وقدرت توصلوا له بالتعاون مع وزارة الزراعة، لأن بالمناسبة المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجة في الأرض 5 سنين، فطبعا يعني صعب عليه إن هو وأنا كلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة. إحنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه إن إحنا نشاور عليه، نعمل إضاءة ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشوية التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 أرداب إلى 15 و20 ويمكن 22.